حياكم الله. خبر مزعج بالنسبة لأنصار المرينجا ريال مدريد، إصابة اللاعب ماركو أسينسو أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد، وسط شمال مهاجم وبلعب برجله اليسرى ومن اللاعبين المميزين وعمره صغير، مواليد 96، عمره حوالي 22-23 سنة. اللي صار أنه في مباراة البطولة الودية الدولية أرسنال وريال مدريد تقريبا للي ما شاف في الدقيقة 65 كان في هجمة من طريق أوباميانج بالجهة اليسرى، وكان بيعترض الكرة ماركو أسينسيو، بعدين صار احتكاك خفيف سقط على الأرض، حسينا وضع إيديه على وجهه وشعر بألم أو بدأ أنه بيعصب وبيصرخ وفي ألم شديد. تم إخراجه على نقالة بصورة غير عادية رغم أنه الخشونة ما كانت قوية، أرسل على المستشفى، تم إجراء فحوصات طبية. موقع ريال مدريد بلغ أنه عنده قطع بالرباط الصليبي. قطع بالرباط الصليبي إشي بصراحة كتير مزعج ومؤذي. أنا بعتقد أنه حيغيب 6 أشهر إلى 8 أشهر بسبب هذه الإصابة. مش بس هيك، كمان عنده إصابة تانية وهي تمزق في الغضروف الوحشي الخارجي. المهم راح يغيب فترة طويلة، حيأثر أكيد غيابه على خط الوسط. زيدان بده يكون عنده قراءته والأوراق اللي حنشوف شو اللي راح يعمل بسبب هذه الحادثة. الآن ماركو أسينسيو واحد من اللعيبة اللي انضموا لمدريد 2013-2014، الكشافة تبعون ريال مدريد شافوه مع مايوركا، تعاقد معه الفريق مقابل تقريبا 3.5 مليون جنيه استرليني. انضم للفريق ولعب مع كل المنتخبات الإسبانية، المنتخبات بالفرق السنية. 2016 انضم للمنتخب الأول لعب معهم، وبرضه 2018 في كأس العالم، ولاعب يعتبر مؤثر ولاعب ممتاز جدا وبخلق فارق وجوده. فاز 2 دوري أبطال أوروبا مع النادي. هو أبوه طبعا إسباني، أمه هولندية، توفت بمرض السرطان لما كان عمره 15 سنة، وكان عنده إصابة مشكلة بالركبة اليسرى أصلا، لكنه تم التخلص منها والعلاج لها. لاعب واعد بالفريق، عمره صغير، بنتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله أنه يعني أنه بتمنى التوفيق طبعا لريال مدريد وللفريق الملكي في المراحل القادمة. وقصة التعاقدات حكينا عنها، حنحكي عن أشياء كثير وأرقام دقيقة خاصة وصلتنا في ريال مدريد. شوفكم على خير إن شاء الله. شو رأيكم؟